هلا وثينا حابة أرحب فيك في برنامج سيدتي. يا مرحبا غالية، أهلا فيك في سينما عقيل. طبعا أنت بدأتي فكرة سينما عقيل اللي هي تعتمد مبدأها على الأفلام المستقلة وكمان على الأفلام البديلة، قولي لي على فكرة المشروع. سينما عقيل بدأ تقريبا مشوارها من 4 سنوات كسينما متنقلة تركز على الأفلام اللي يمكن ما تأخذ يعني حقها من الشاشات التجارية اللي نشوفها في المولات السينمات العادية، وحبينا أنه يكون مثل يعني مهرجان مستمر على مدار السنة يعرض الأفلام اللي لها جانب فني ثقافي، تركز على السينما العالمية وتوسع نطاق وأفق هواة السينما والساحة الثقافية في مدينة دبي. كيف جاتك الفكرة؟ صراحة أنا بالنسبة لي الفكرة مرة حلوة لأنه أنا من الناس اللي مرة يحبوا الأرت. الفكرة صراحة كانت من رغبة يعني عرض هذه الأفلام وإتاحة المجال لهذه الأفلام أن تأخذ مساحتها من الجمهور اللي مصر على مشاهدتها، يعني نشوف الناس يتراوحون ومصرين على هذه الأفلام في المهرجانات مثل مهرجان أبوظبي السينمائي، مهرجان دبي السينمائي، ويعني الأعداد كانت تتكاثر سنة عن سنة، فيعني حبينا أن يكون في استدامة واستمرارية لهذه الفعالية وهاي الأفلام اللي يمكن يعني خلال المهرجان يعني عندنا 150 فيلم وفي خلال 10 أيام مستحيل أن الواحد يقدر يشوفها كلها، فشفنا أن دبي فيها يعني ثقافات مختلفة، يعني تجارب مختلفة، آراء مختلفة من كل أنحاء العالم، وحبينا أن ينعكس هذا الشيء على الشاشة في إطار يعني سينما متركز على هذه الثقافات. كيف كانت ردود فعل السينمائيين المحليين؟ كان في كثير من عروضنا المتنقلة الرحالة اللي كانت في أبوظبي، في الشارقة، في أنحاء مختلفة من المدينة، خلال يعني رحلتنا السينمائية كانت تركز على الأفلام المحلية الإماراتية، الأفلام العربية بشكل أساسي، لأن شفنا أن تحدي أن الواحد يشوف يعني يمكن أن يشوف فيلم عربي، فيلم لبناني ولا فيلم تونسي ولا فيلم فلسطيني في باريس وفي برلين قبل لا يشوفه هني، فإحنا يعني حبينا نكسر هذا الواقع ويكون لنا دور في يعني إتاحة مجال للجمهور يشاهد هاي الأفلام ويتلقاها، وللمخرجين أن يكون لهم نصيب من الرحلة التوزيعية في المنطقة. كيف شايف الدعم الثقافي للسينما؟ والله هذا من التحديات، يعني ان احنا كجزء من يعني شبكه الشاشات العربيه المستقله يعني تربط، هي شبكه على مستوى العالم العربي، فلنا يعني اعضاء من السودان، عندنا اعضاء في مصر، في لبنان، في كذا شاشة تشبه يعني سينما عقيل ورؤية سينما عقيل لعروض الأفلام الثقافية والبديلة. طب إيش رؤية سينما عقيل للمستقبلية؟ طموح أن يعني نستمر في إتاحة المجال وإثراء الساحة السينمائية ونستقطب أكبر عدد من هواة السينما، وحتى نعرف الناس اللي ما لهم ممكن اهتمام في السينما يعني بهاي الأفلام وبتجارب سينمائية مختلفة، أو أيضا حتى يعني تجارب حياتية، لأن في النهاية السينما مش فقط لهواة السينما والنخبويين، السينما لكل حد، وهذا هذا الهدف الأساسي أن نفتح ونوسع ونوصل أكبر عدد ممكن من الجماهير. بالتوفيق بثينة إن شاء الله، شكرا جدا على وقتك. شكرا لك.